قناة المشهد، مساء الخير وأهلا بكم. يعيش اللبنانيون حالا من الحذر والترقب بسبب طبول الحرب الشاملة التي تقرع على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل، ويبدو أن جبهة الإسناد التي أطلقها حزب الله لن تهدأ قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكن البعض يتخوف من أن يتحول جنوب لبنان إلى قطاع غزة ثاني، على الرغم من التطمينات الإسرائيلية ومن جانب حزب الله بعدم التصعيد جنوبا. ولكن ماذا سيقول مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران عن الحرب الشاملة ومصير حزب الله؟ من سيعوض على أهل الجنوب؟ ما مصير رئاسة الجمهورية؟ كل هذه الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها مع ضيف مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران في حلقة جديدة من توتر عالي، معي أنا طومي خليفي. سالم مساء الخير. مساء الخير وأهلا أستاذ وسهلا طومي، فيك على قناة المشهد. واشتقنا لك ببيروت حبيب القلب. أينما يحل سالم زهران يحل السكوب الإعلامي. يعني دائما نتكلم عن هذا الموضوع، أنه في كتير إعلاميين، في كتير محللين، في كتير ناس تعطي آراء، ولكن صار معروف عن سالم زهران أنه يخبر بما سيحصل قبل أن يحصل. شو هو السكوب اللي بدك تبلش فيه حلقة الليلة من توتر عالي على المشهد؟ شو المعلومة اللي بعد ما حدا كشف عنها بدك تكشف أولا عنها؟ جزء من هي الشخصية الإعلامية هي محسوبة، أنت لك فضل بتكوينها، لأنه سوا بعشرات الحلقات يمكن ركمنا هيدي المصداقية، وأنك تقول المعلومة بدك تكون مفلترة مرة اثنين ثلاثة أربعة. وبخبرك سر طوني قبل ما أعطيك السكوب، كنت عند الرئيس بري اليوم، قلت له عندي حلقة مع الأستاذ طوني خليفة، بدنا نعبي الزوادة. قال لي ما بنخاف عليك زوادتك مليانة. قلت له لا، مع طوني بدنا نعبي الزوادة. لا، ورغم أنك بتكون عامل خمس ست سبع اتصالات بالمفاتيح الأساسية باللعبة، بتضلك عم تسمع جديد، وبتضلك أوقات أمام معلومات متناقضة بحاجة أنك تتأكد أي هي المعلومة الدقيقة. أما موضوع السكوب، شو قال لك رئيس بري؟ رح نحكي بالحلقة. خلينا نبلش فيها. لا بصراحة الرئيس بري، لأنه كان في حلقة أو كان في تصريح طلع لروسيا اليوم، شهر خطير، بلش حديثنا من هون. بدي استأذن منه، قلت له منخوف الناس مع أستاذ طوني ولا منطمن بس ما بنكون عم نغشهم؟ كان جوابه قال لي لا، الشهر دقيق ومنه شهر خطير. وبالحقيقة هي ما كانت مقابلة مع روسيا اليوم، كانت دردشة، وأثناء الدردشة طريقة التعبير بيكون مختلف. رئيس بري عم بيقول اليوم في انتظار جدي لمفاوضات تجري بين حركة حماس والقطريين حول المرحلة الثالثة. يعني رح يطلع نتنياهو يقول المرحلة الثالثة بدأت، أوقفنا العمليات العسكرية وأنهينا حماس عسكريا، بقي بعض الجيوش. بهاي الوقت إذا حركة حماس تجي بتقول لا، نحن ما بنعتبره وقف إطلاق نار، ما بنفوت بمفاوضات، جبهة بجنوب رح تكفي، بس بوتيرة مختلفة هلأ بنحكي عنها. أما إذا حركة حماس وافقت واعتبرت أننا دخلنا في هدنة، ولو كانت هدنة هجينة أو هدنة مؤقتة، ستنعكس على جنوب لبنان. باختصار الرئيس بري يقول أننا أمام شهر مفصل، وهناك مفاوضات جدية بين القطريين وحركة حماس لتبني حماس موقفها من ما يحصل على أو ما يأتي على لسان نتنياهو. إذا حماس اعتبرتها وقف إطلاق نار مشينا، علما أنه الخلاف هو على مصطلح واحد، حماس بده وقف إطلاق نار دائم، نتنياهو بده وقف إطلاق نار مؤقت، وهون نحن على بس الميل. هذه النقطة سالم تحديدا هي كانت مسار انتقاد فلسطيني فلسطيني، يعني الفلسطينيين بيقولوا لك أنه من أيام الراحل ياسر عرفات كان كل ما يجي الفلسطيني ليأخذ وقف إطلاق نار أو وقف نزاع مع الإسرائيليين، كانت حماس لا تقبل ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه بتعتبر أنه أي هدنة دائمة أو أي وقف إطلاق نار دائم هو نوع من الاستسلام ويعني وتقديم الطاعة للمطالب الإسرائيلية. بس الغريب اليوم أنه حماس هي عم تدعي إلى وقف شامل لإطلاق النار،
يعني شو اللي تغير بالموضوع؟ تغير في ورقة الأسرى، واليوم عم نحكي نحن عن مئات الأسرى، مش عم نحكي عن أسيرين، ثلاث أسرى. بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي استثنوني من 48 لليوم، ولا مرة كان في مئات الأسرى الإسرائيليين عند أي جانب عربي. حتى بالحروب الكلاسيكية مع الجيوش العربية ما وصلنا لهي الأرقام. اليوم حركة حماس عم بتقول أنا عندي ورقة الأسرى، إذا بدي أعمل وقف إطلاق نار أو هدنة مؤقتة وسلم الأسرى، من بعد شو بده يصير؟ يعني مين بيضمن شو بده يصير؟ نتنياهو بكل صراحة بده تبقى غزة مدمرة محاصرة، وقت اللي بده بيطلع بيعمل غارات واستهدافات، وينطر ترامب يشرف على البيت الأبيض يبيع على ترامب. وبطل سر إنه في مفادين عن ترامب التقيوا بمستشارين لنتنياهو، وطلب ترامب من نتنياهو بشكل مباشر أن يطيل أمد الحرب حتى إغلاق صناديق الاقتراع. نحن بتوقيت غريب عجيب، انتخابات بأمريكا، انتخابات بإيران، انتخابات بفرنسا، انتخابات ببريطانيا، انتخابات بمعظم قارات العالم، بهاللحظة عم بتصير الحرب بغزة. وللأسف طيب هل سيدفع حزب الله الثمن؟ يعني كل هذه التسويات وصولا إلى وصول ترامب إلى أمريكا، يعني حزب الله أمام خيارين، إما أن يطلع منتصرا من هذه الحرب وتبنى التسويات على مصالح حزب الله في لبنان والمنطقة، أو العكس تماما أن يدفع ثمن كل تلك التسويات. كنت عم تحكي عن الأسرار بمقدمة الحلقة، جزء من الأسرار اللي ما بتنحكى وجزء منها بينحكى. لا، اليوم الدول كلها عم تشوف حزب الله، الألماني بيشوف حزب الله، القبرصي بيشوف حزب الله، الإنجليزي بترجل يشوف حزب الله، التلياني بيشوف حزب الله، العربي حتى الجمعة العربية وساعات السفير زكي تراجعوا التقى بالحاج محمد رعد، ولو كان هذا التراجع تراجع شكلي أو لفظي. لا، حزب الله على عكس هي الصورة الموجودة بالإعلام اللبناني، حزب الله عم بيثبت نفسه اليوم قوة إقليمية جدية. وحزب الله إذا رأبت خطاب سماحه السيد حسن نصر الله الأخير، شو قال بمقطع كثير مهم هيك بثواني؟ قال أنا ما بدي أعطي رأيي إذا في حرب أو لا، أو تقديري إذا في حرب أو لا، لكن أنا بقول لك تقديرات حزب الله اللي بتسمع على لسان مسؤولين بحزب الله، أنا الإسرائيلي لن يجرؤ على هذه الحرب لعدة أسباب. وفي قراءة حزب الله، أول وحدة سبب عسكري، الصواريخ نقصت المخازن عند الإسرائيليين، الأمريكاني عم بيقول له أنا ما بعطيك إذا بدك تروح تورطني بحرب كبيرة، مدفعياتهم ثلاث أرباع صار برات الخدمة، عسكر صار تعبان. أهم من هيدا كله انقسام داخلي حقيقي جدي لأول مرة بتاريخ إسرائيل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية. وإذا بتذكر حضرتك 27 لورا 6 و5 و4 شو كان عم بيصير؟ كان في مظاهرات بمئات الآلاف إسرائيليين ضد بعضهم البعض. في انقسام داخلي بإسرائيل بيعتقد حزب الله إنه هذا الانقسام زائد الرغبة الأمريكية الجدية بعدم توسع الحرب، ثلاثة والأهم قدرة حزب الله وجهوزيته لن تجعل هذه الحرب قريبة. هلا بتقول لي بعد سنة بعد سنتين، بقول لك صار شيء ثاني، مش هلا. لا لا، يعني هذه القراءة اللي بيحكيك عن أسابيع وعن شهور وعن أيام مش مزبوط. حرب شاملة على لبنان، والدليل إجوا خبرونا الصفرة ب 15 آذار في حرب، رجعوا خبرونا ب 15 حزيران في حرب. لا، آموس هوكستيل بكل رسائله المفتوحة بطريقة غير مباشرة مع حزب الله عبر الرئيس بري عم بيأكد وعم بيطلب إنه تعوا نرجع بالوتيرة لورا. أستاذ توني بشباط حزب الله أرسل 4 مسيرات على إسرائيل، بأذار صاروا 24، بنيسان صاروا 42، بأيار صاروا 85، بحزيران قطعوا 100. عم بيقول آموس تعوا نردهم للأربعة. يعني الحكي اليوم منه حكي على وقف الحرب، ولا هو حكي على الانفجار الكبير. نقطة صغيرة هون لمن يسأل دائما لماذا حزب الله أدخل لبنان في هذه الحرب اللي لا علاقة له بها. يعني اليوم في ناس بسمعهم طبعا أسمع أصواتهم إنه خلينا نحن كلبنانيين ما لنا علاقة باللي عم بيصير بغزة إلا تضامنا، نتضامن معهم معنويا، نتضامن معهم نفسيا، ولكن إنما نفوت لبنان بحرب وقرى الجنوب واللبنانيين بخطر الحرب لماذا؟ هناك من قال إن حزب الله أصر على دخول الحرب ليس دفاعا عن غزة، ولكن لعدم ترك الأرض للسنوار باحتلال أو يعني احتكار، خلينا نقول احتكار المقاومة، يعني منعا لحماس والسنوار باحتكار صورة المقاومة. اضطر حزب الله أنه يفتح الجبهة ليقول أنا موجود
مش انتوا بحثكم موجودين، نحن موجودين ونحن ندفع الثمن حسب هؤلاء لهذا الصراع الحزب، يعني بين حزب الله وحماس. وعلما بيرجعوا بيذكروك انه ليش حسب الله بده يدافع عن حماس؟ ما كانوا عم بيقتلوه بالخنادق بسوريا، هن اللي كانوا عم بيشكلوا الخطوط الأمامية بالقتال ضد حزب الله بالحرب بسوريا. شو المحبي المستجد اليوم؟ سؤال مركب، بدك تسمح لي أنا فكفك بالإجابة. أوكي، أول شيء رأيي الشخص، وأنا زلمة معروف أنتي إخوان مسلمين، ولهلأ كل ما أفتح ويكيبيديا سالم زهران بنبسط أنه مناصر لمحور المقاومة لكنه ضد التطرف الديني وعلى رأس الإخوان المسلمين، وهذا الشيء أنا فخور فيه وما بستحي فيه، علما أني زلمة سني مني شيء. اثنين، حماس إذا بدك هي بتشبه السيارة الهايبرد اللي بتشتغل نص على الغاز ونص على البنزين، في شقفة من حماس مع الحرس الثوري الإيراني ومع محور المقاومة من سر، في شقفة تاني مع حركة الإخوان المسلمين ومع تنظيم الإخوان المسلمين. انهيار محمد مرسي بمصر، انهيار نظام الإخوان المسلمين بتونس، الربيع العربي لورا من بعد ما اضمحل إذا بدك، خلى الشقفة اللي لها علاقة بالإخوان المسلمين هي تلتحق بالشقفة اللي لها علاقة بإيران وبالمحور، وشفنا مصالحة بين حماس وبين سوريا ولو كانت بعدها مصالحة بحدودها إذا بدك الدنيا، وشفنا إذا بدك لقاءات علنية بين الجماعة الإسلامية مؤخرا والسيد حسن نصر الله. وبالتالي الإجابة عن حماس من الداخل هي إجابة معقدة، أين موقع يحيى السنوار والمقاومة المحلية من هذه التركيبة؟ هذا نقاش فيه يأخذ معنا ساعات طويلة من دون ما نوصل لنتيجة. لكن أنا برأيي اليوم في لحظة حركة حماس رح تكون فيها جدية مثل ما الإسرائيلي رح يكون جدي بعد وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار بده يجي بعد شهر، بعد سنة، بعد عشر، بده يجي. في مراجعة بإسرائيل، في مراجعة بقلب حماس. وتقديري الشخصي هالمرة حركة حماس بدها تنقي وبدها تصف بمطرح واضح وصريح. هذا شق. الشق الثاني، لا مش هيك. قراءة حزب الله ليش تدخل للحرب؟ هو بيقول إنه هذه مساندة إلى علاقة بسببين أساسيين. السبب الأول مظبوط إنه اليوم أنت ما فيك تكون عامل خطاب على عشرات السنين ضد الصراع الإسرائيلي بس تبلش معركة جدية تقول أنا سوري هلأ مش وقتها. لا، انغمس حزب الله كأسنان. وإذا انتبهت يعني لحد شباط كنا عم نحكي من شوي ما كان في مسيرات عم بوديها حزب الله. ليش؟ لأنه بلش يطلع تصريحات على الألسن وزراء بحكومة إسرائيل بتسعة وبعشرة أكتوبر. شو عم بتقول؟ عم بتقول يجب الآن فتح المعركة مع حزب الله. إذن حزب الله قال إنه هاي الهجوم جزء منه مساندة صحيح، جزء منه تاني هو منع الحرب، وعم ينجح حزب الله باثنين. كيف عم ينجح باثنين؟ هلأ قناة 12 العبرية قبل ما نفوت على استديو شو عم بتقول؟ عم بتقول في مصلحة نوقف بغزة لحتى نوقف جبهة الشمال اللي هو عملها حزب الله. إذا فلسفة المساندة أدت وظيفة. الأمر الثاني، رفع الحزب لهذا المستوى القتالي خلى الإسرائيلي عد للمليون إنه أدى يفوت على بيروت ولا لا. بالوقت اللي باثنين وثمانين كان يفوت بفرقة كشافي. إذا حزب الله باختصار يمكن كل واحد بشوفها من زاويته، لكن أنا بشوفها مش بس من زاويتي، من زاوية العقل العميق في حزب الله، مساندة. والأمر الثاني هي منع لهذه الحرب، علما إنه بال2006 وقت حزب الله أسر اثنين كان معتقد عملية تفاوض مناوشاته بتخلص، شن الإسرائيلي حرب كبيرة وطلع قال بلجنة بنغراد إنه هاي الحرب كان محضر لها الإسرائيلي بس بتشرين مش بتموز. حزب الله اليوم باللي عم يعملوا بالفاتورة اللي عم يدفعها يا أستاذ توني عم بخلي هاي الحرب تتأجل سنوات. سنوات؟ جيش الإسرائيلي على القليلة بده 3 سنين، على القليلة يعني وفق أقل تقدير بده 3 سنين ليكون قادر يعمل حرب كبرى. طيب هلأ بكرة تقسى بجنوب بالخيام وبعيت الشعب وبعيناثة وبنت جبال تتصل فيه بتقلي شو سالم بين ما زبطت، بقلك لا ما هو مش مزبوط انه يا حرب مدمرة يا ماشي، في شيء بالنص اللي هو عم ينشغل عليه. وجالنت وقت اللي راح على امريكا شو طلب؟ وهذا الحكي نقلوه الامريكان لللبنانيين، طلب ايام قتالية معدودة في جبهة محدودة، انه خيطونا 4-5 ايام نعمل قتال عنيف بهال7-8 كيلومتر، من بعدها بتصفروا وقف اطلاق نار وبنقعد على طاولة المفاوضات.
يعني هو البحث عن انتصار وهمي. الإسرائيلي يريد عودة المهجرين من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. اليوم البعض بيقول تطويل عمر جبهة الشمال، يعني نعم. الجنوب بالنسبة لنا، تطويل عمر الجبهة الجنوبية اليوم هو يطيل عمر بقاء بنيامين نتنياهو في الحكم، لأنه لو هذه المعركة لم تكن لكان يقبع نتنياهو في السجون الإسرائيلية اليوم. لا، كل ما في رصاصة بغزة ما فيك تشيله لنتنياهو. اثنين، اليوم بإسرائيل في أزمة قيادات جدية. نفترض هلا شلت نتنياهو، مين هي الشخصية الحاضرة تمسح فيها؟ لا، نتنياهو أنا برأيي مش بس هو عم بيستغل الحرب، الدولة العميقة بإسرائيل عم تستغل نتنياهو وعم بتمسح فيه، لأنه بكرة رح تقول للعالم هيدا نتنياهو اللي عمل المجازر، هيدا نتنياهو اللي قتل الأولاد. هي الحقيقة مش هيك، لأنه مش نتنياهو بإيده كان عم بيقتل، كان عم بيقتل في هذه الدولة أو في هذا الكيان وعدة هذا الكيان. المسألة الأساسية أستاذ توني، ماذا يجري على أبواب البيت الأبيض؟ وكل المنطقة، مشان ما حدا يغشك، كل واحد منهم مراهن على واحد. اليوم الروسي مراهن على ترامب، القطري مراهن على بايدن، الإسرائيلي نتنياهو مراهن على ترامب، يعني هيك صايرة إيران اللعبة. متورطة مع البيت الأبيض. لا، منه سر انه الايرانيين بفضلوا الاداره الديمقراطيه على الاداره الجمهوريه. خليني اذكر حضرتك والمشاهدين الحاج قاسم سليماني، الشخصيه الايرانيه الكبيره، تم اغتيالها بايد ترامب، وطلع ترامب عمل مؤتمر صحفي وقال انا اعطيت الامر، كبست الزر بالاغتيال. ومنه سر انه بسلطنه عمان وبقطر عم يلتقيوا الايرانيين والامريكان وعم بيصير حكي وترتيب. ومنه سر كان معمول مسوده للاتفاق، وهذه المسودة كانت شبه جاهزة، لكن الإيرانيين فضلوا جمدوها إلى حين انتهاء الانتخابات الأمريكية. يعني الإيراني يفضل بايدن أكيد. والروسي يفضل ترامب. والروسي يفضل ترامب. وصاير فينا نحن مثل مجوز اثنين، يعني بده يرضيهم اثنينات. هل يخاف سالم زهران على حياة أمين عام حزب الله؟ وإلا خارج المعادلة؟ سألت أول طوفان الأقصى هالسؤال، وقلت هذه بتكون علامة من علامات يوم القيامة. يعني بيعرف الإسرائيلي إنه مفاعل ديمونا مش كتير رح تكون بعيدة صواريخ عنه إذا قرب من سماحة السيد حسن نصر الله. بيعرف الإسرائيلي إنه الثمن رح يكون كتير غالي. وبخبرك شيء أستاذ توني، أكثر من قاسم سليماني، أكثر من اللي تمت تصفيتهم بسوريا، أكثر يعني حتى في علامة استفهام حول الوضع الرئيسي الإيراني، إنه هل كان حادث عابر أكيد ولا أكيد أكثر. لأقول لك ليه، ضوابط الدول غير ضوابط المنظمات. شو قوة حزب الله؟ مش دولة، ولكن يتبع لقرارات دولية. مش دولة، يعني إيران هي من يعطي التوجيهات. لا، مش صحيح، مش صحيح بهذا الموضوع اللي له علاقة بالسيد حسن. والدليل إذا هلأ بتحضر تشيعات على شاشات التلفزي، بتلاقي السيد هاشم صفي الدين، بتلاقي الشيخ نعيم قاسم، بتلاقي الحاج محمد رعد، بتلاقي مسؤولين كبار بحزب الله. اكيد الاسرائيلي بيتمنى انه يغتالهم، بس مش عم بيغتالهم. ليش مش عم بيغتالهم؟ لانه بيعرف في ثمن مقابلها. علما انه حزب الله، انت بتعرف، ثلاث تركيبات، في التركيبه العسكريه، في التركيبه التنظيميه اللي هي التنظيم ومسؤولين الوحدات والمناطق، وفي عندك التركيبه اللي هي تركيبه الاعلام وغير المنار ونور وكذا الى اخره. اليوم اذا بتراقب الاسرائيلي حتى على التنظيم مش عم بيقرب، يعني مش عم يقصف مسؤول المنطقه الفلانيه بحزب الله، لا، بيروح قيادات، عم قيادات من اي ميله، من الميله العسكريه، من الخانه العسكريه اذا بدك. يعني بعد القواعد الاشتباك شو هي؟ هيدي قواعد مختال الاشتباك. عسكر بتضربوا مراكز. طيب قواعد الاشتباك، انه نحن اليوم بدنا نفوت بحرب مبنيه على قواعد اشتباك، هي ما اسمها حرب، بس نفوت بالحرب تبطل قواعد. هاي شو اسمها هلا؟ قواعد اشتباك؟ هيدي قواعد قتال يعني بدرجة. كل اللي عم بيحصل هلا، مسيرات وقصف قواعد وتهجير قتال. وقتل واغتيالات. ليش قواعد قتال؟ لأنه حزب الله بيبعث المسيرة ليصيب مركز عسكري مش ليصيب مدنيين. يعني هيدا دليل اتفاق، يعني لما يقولوا لك انه الاسرائيلي وحزب الله متفقين، يعني مزبوط انه متفقين. حتى الحرب العالمية الأولى والثانية كان فيها خطوط حمر، وقت اللي كان يتم تجاوز هيدي الخطوط الحمر كان يفلت الملأ العسكري. لا، الملأ العسكري ما فلت، بس لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، إذا لحق وفلت
راح تشوف شيء مش شايفينه بتاريخ، مش الصراع العربي الإسرائيلي، بتاريخ المنطقة كلها. لا حتى اليوم بروسيا شو اللي وأوكرانيا، بخلي يعني يفلت؟ اليوم أنت برأيك بوتين ما في يرمي قذائف نووية تكتية؟ عنده إياهم، ليش ما بيرميهم؟ لأنه بيعرف مقابيله رح يجي الناتو ويرمي قذائف نووية تكتية. لا الحروب دائما لها قواعد، شو اللي مثل برأيك المباريات. ممكن يكسر القواعد في هذه الحرب القائمة اليوم؟ واحدة منهم اللي حضرتك قلتها اللي هي اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، واحدة منهم استهداف مطار الشهيد رفيق الحريري، وأبعت حزب الله رسالة للأمريكيين وللإسرائيليين عبر وسطاء إنه استهداف المطار هالمرة بيكون استهداف مطار بن غوريون، مش بيكون استهداف والله حيفا ويافا، استهداف المدنيين ببيروت. وإذا بتتذكر اغتيال الشيخ صالح العروري بوقت الإسرائيلي، يعني صاب الشقة اللي فيها هو هو، يعني حتى جاره ما حس بالضرب، هالقد كانت دقيقة، لأنه هالقد القواعد كانت دقيقة. لا اليوم في قواعد قتال مرسومة بدقة، وقت الإسرائيلي بيشز عن هاي القواعد بيقوم حزب الله بيبعت له صواريخ على المستوطنات ليقول له رجع للعبة عسكر بعسكر. طيب فنرجع للوضع السياسي الداخلي واللي عم يحصل، لانه مش معقول تمرق معنا بدون ما نوقف نحن وياك. هل هناك من رئيس اليوم للبنان ولا بننسى موضوع الرئيسي بلبنان؟ 15 ايار سئبي عم نصور بزيت الاستديو، كنت بقناة ال بي سي اي، قلت على الهواء قدام المشاهدين هذا المجلس انه عم بسكروا صناديق، يعني كانوا مش كل النتائج بعد مبينين، هذا المجلس سينتخب رئيس للجمهوريه. وبوقتها قالوا شو هالحكي الخرافي، هلا كل يوم بذكرني حدا فيها بيقول لي بتتذكر وقت اللي قلت هيك؟ عم يطلع معك حق. اذا بنترك اللعبه هيك ما في رئيس للجمهوريه، ولكن اذا صار اتفاق جدي وحقيقي في فلسطين وفي الحدود الجنوبيه الشماليه، قد نمر او قد نعبر او قد نسرق رئيس للجمهوريه، علما انه الرئيس ميشيل عون زمطنا فيه انه عم ينتخبوا ترامب، يعني بنفس الوقت بتشارين فينا نزمط لحد هلا مش مبينين. بأي رئيس ممكن نزمط؟ رئيس اذا اخذته على المختبر رح يطلعوا جيناته لحزب الله وحلفائه اكثر من جينات الاخرين، مثل مين يعني؟ مثل كتار مثلا كل المرشحين اليوم. اذا يعني مين جيناته حزب الله أكثر؟ جبران باسيل أو سليمان فرنجي؟ لا اكيد سليمان فرنجي. اليوم العلاقه بين جبران باسيل وحزب الله تشبه العلاقه بين حزب الله ووليد جنبلاط، منن خصوم بس منن حلفاء 100% وعلى القطعه. ولهيك فيك تشوف وليد باك التنين عامل موقف مع حزب الله كبير، والثلاثه بمطرح ثاني. جبران باسيل اليوم هو وليد جنبلاط المسيحي مع حزب الله. جبران باسيل بمقابلة معي بيقول، لما عم بسأله كنا عم نحكي عن الوزير الفرنجي ومرقنا على علاقته بسوريا وبالسوريين، نعم بيجاوبني جواب انه انا علاقتي بالسوريين انه ليه ما عم بطلع على سوريا، لانه اصدقاء الوزير الفرنجي هن نزعوا لي او مانعين لي زيارتي لسوريا، يعني متدخلين بسوريا من اجل عرقلت علاقتي بالسوريين. أولاً هل توافق على هذا الكلام؟ أولاً الاتصالات مفتوحة بين الوزير جبران باسيل والرئيس بشار الأسد، وعبر بعكار من يومين قال سر نحن كنا بنعرفه بوقته أنه تدخل مع سوريا بخصوص المعهد العلوي بعكار أثناء الانتخابات. جبران باسيل زار سوريا أكثر من مرة دون أن يعلن عن ذلك، والسيارة الأودي لحظة لحظة، المصفحة زار سوريا؟ ايه بس 6 سنين. بال6 سنين، ايه مش هلا قريبا. لا لا، والسيارة المصفحة الأودي اللي هو ركبها هي سيارة للرئيس الأسد، هداها لسليمان فرنجي، سليمان فرنجي هداها لجبران. هداها لجبران باسيل. لا صديقنا الوزير رفول، بيير رفول، هو بالتوب فايف من الأشخاص اللي بيقطعوا بالعلاقات مع الحدود سوريا. اللبنانية السورية لحد اليوم، ولكن برأيي شيل جبران باسيل على جنب، في كتار ما بيخطروا على بالك رح تشوفهم بالأيام اللي جاي بسوريا وقت تبلش العودة السورية الجدية على المشهد العربي. بلشت في عودة يعني أقوى، الوضع السوري التركي كيف عم تقراه هلا؟ في لقاء ببغداد
غير بالاسد. لقاء بغداد، اللي شاع اللي عم بيصير على الارض، اللي عم بيصير بادلب، اللي عم بيصير، ما هو هيدا لهيداك، في لقاء ببغداد راح يصير، راح يكون في السوريين والاتراك الروس والعراقيين. هذا اللقاء يتم تحضير الارضيه له عبر الذي يجري الان في الشمال السوري. واليوم الاتراك عم بيقولوا نحن مستعدين نفوت نقضي على المعارضه السوريه ونسلمكم اياهم للدوله السوريه بشرط واحد، تتركونا نكفي على الاكراد. تركيا أرسلت رسالة لسوريا بشكل رسمي، دعونا نقضي على المجموعات الكردية في المقابل نسلم رأس المعارضة في الشمال السوري، وإذا ما بتحبوا أنتم تفوتوا عليهم تطحنوهم نحن منطحنهم ونعطيكم إياهم. هل تمت هذه الموافقة اليوم؟ تعال بنشوف اللي عم نشوفه بسوريا. سيستوني خسر مشروع الربيع الإخوان العربي، هيدي النتيجة. هلأ تأخرت، انتبه هل تأخرت. وافقت سوريا على تسليم رأس الأكراد بسوريا إلى تركيا؟ الأكراد نزلوا على دمشق على العاصمة، التقوا مسؤولين سوريين رسميين، أنجزوا اتفاق أنه بيسلموا حالهم للدولة السورية، رجعوا وقت اللي راحوا على الأراضي الكردية بالحكم الذاتي غيروا رأيهم لأنه التقوا مسؤولين أمريكان. وقت اللي بيجي خبر فلاش عاجل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد الدقيقتين بيكونوا الأكراد رافعين إيديهم والرايات البيض. في كتاب رائع جدا لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بيحكي فيه عن اتصال، وكاتبه مكتوب عن اتصال، عنوان الكتاب الغرفة التي شهدت الأحداث، بيحكي فيه عن اتصال صار بين ترامب وأردوغان، وكان عم بيطلب منه أردوغان يفوت يمسح الكراد، وبيقول تدخلت إسرائيل والسفارة الإسرائيلية بواشنطن. هذا الحكي مش إلي، هذا الحكي لجون بولتون، ومنعنا هذا الالتحام. نعم الشمال السوري أمام أسابيع أشهر مفصلية، ونعم استطاع الرئيس بشار الأسد، وعلى عكس ما عم ينقال أنه لا العرب مش راضيين، يعني المجموعة العربية على رأس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أنه مش راضيين عن تقارب مع تركيا، لا مش مظبوط. جزء من هذا التقارب بمساعي بمباركة عربية على رأس الإمارات السعودية. كما مر علي شغلة، قلت خلال الأيام القادمة القليلة القادمة رح نشوف شخصيات ستعبر الحدود اللبنانية، ستطلب مواعيد، وتطلب مواعيد. مين مثل مين هي الشخصيات؟ شوفوا قل لي. أنا معود عليك تخبرني. لكن اللي كانوا يدبكوا ب 14 أذار على الأول مثل مين؟ خيب بعتقد فؤاد مخزومي يمكن دق الباب، بعتقد هيك، وفي غيره عم بدق مثل نتفرج مثل يلا. ليك انت برايك موقف وليد جملاط الاخراني شو بتقرا؟ برايك رح يرجع يدق البيت؟ انا برايي تمهيد لدق البيت، ورح يفتحوا له البيت؟ صعبه، بس بالاخر هيدي السياسه. يعني اذا المجموعه العربيه تكمش له ايده لوليد جملاط بتفوت فيه على الشام، صار شيء ثاني. طبعا سمعت اللي صار جدل حول ما قاله الحاج محمد رعد عن اللبناني اللي على البحور وعلى هل انت مع هذا اللبنان الذي يريده الحاج محمد رعد كما صور؟ هيك انا تعلمت شغله انه حتى لو سمعت مقطع ما بصدقه اذا ما شفته كله، لانه بتصير معي. طلعنا قلنا باربع خمس حلقات الإسرائيلي يقول ب 15 حزيران في حرب ولن تحصل حرب، وبتحدى شيلوا لي حرب 15 حزيران، ولحق على تليفونات. سو أنا ما سمعت المقطع كامل، بس إذا بتسألني رأيي بالحياة، أنا من جماعة الجرافات، وأنا من اللي بيروحوا على البحر وبيسهروا وبيحضروا مطربين وأغاني، وهلا بعد شوي بحفة كاظم الساهر. يعني لا، أنا نمط حياتي برجع بذكر أنا سني علماني، ابن بيئة معينة، مع المقاومة للموت، لكن مع المقاومة على وفق طريقتي الاجتماعية. قناعتك. وللتذكير في سوريين قوميين اجتماعيين، في شيوعيين، في علمانيين، في من كل الطيارات مع خيار المقاومة. في مسألة الحياة والنظرة إلى الحياة والفن والجمال والخير والحب، أنا لدي طريقة خاصة. سؤال أخير،
بهاء الحريري في لبنان، عاد إلى لبنان، كثرت العناوين حول عودته. برأي سالم زهران، شو هي أهداف عودة بهاء الحريري وشو النتائج؟ الجواب الأخير رح يكون سكوب. سألت الرئيس بري تستقبل بهاء الحريري، قال لي أكيد إذا بيكون مشنقل خيو سعد. هذا الجواب يختصر تقريبا إجابة كل الطبقة السياسية في لبنان، لأنه لتشتغل السياسي بلبنان بدك 3 أضلاع. الضلع الأول الناس، الضلع الثاني طبقة سياسية اللي بدك تكون جزء منها، والضلع الثالث ضلع خارجي. بهاء الحريري الضلع الشعبي عم بجرب يركبه بس بطيء. الضلع السياسي جاوبتك الجواب، بيبقى الضلع الخارجي مش مبين الصورة بشكل واضح. العماد جوزيف عون، هل سيكون رئيسا للجمهورية؟ أنا بقول لا، أنا بقول لا بتقول صراحة. لا عاطفيا ولا بتقول لا لا معلوماتيا؟ بقول لا معلوماتيا، إلا بحالة واحدة، يقرروا بلحظة ما الثنائي حزب الله وحركة أمل إنه بنعطيهم جوزيف عون، بناخذ مثلا فيصل كرامي رئيس حكومة. اليوم بتقلي قدامك بقول لك مش شايف جوزيف عون رئيس للجمهورية. بيجي لحظة ما بيقرر فيها الحزب والحركة نعطي رئاسة الجمهورية، بناخذ رئاسة الحكومة 6 سنين مضمونين بمباركة سعودية، يمكن ما بعرف، هذا احتمال. سالم زهران، شكرا لك على هذا اللقاء وعلى إطلالتك على قناة المشهد. أول شيء بنشوف حالنا فيك وبالمشهد. تسلم. وأنت التوتر معك عالي بس ما بكهرب. توتر عالي بس ما بكهرب، بس ما ما بكهرب. بكهرب. مظبوط، شكرا لك على تسلم. حضورك، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، تصبحون على خير.